زعما العام قرر تكليف ابراهيم ابراهيم برئاسه الجمعيه اساسا للتنميه الولايه الثامنه ان شاء الله. الحمد لله الجمع العام العادي لجمعية الاقتصادية للتنمية الولاية السابعة يعني زريغة ظروف رائعة جدا بإذن الساكنة الأسرة يعني صادقين في التقرير الأدبي والمالي بالإجماع، ومن بعد تم انتخاب المكتب الجديد اللي غيسير إن شاء الله جمعية الأسرة للتنمية في الولاية الثامنة اللي تتمنوا لي ان شاء الله التوفيق النجاح ان شاء الله. واذا تزرم انه الجمع العام يناقش مجموعه من النقاط من بينهم الحوايج اللي تسكر الجمعيه، غير مجال الماء الصالح للشرب، غير مجال التنميه الاجتماعيه، غير المجال الفلاحي، غير مجال التعليم والنقل المدرسي وتدبير شؤون المسجد الى غير ذلك، يعني بحكم ان الجمعيه تسير يعني جميع شؤون النضوه. التقرير المالي الحمد لله تزراميكا ايجابي رغم الظروف الكورونا، رغم الظروف الازمه، يعني اللي المبلغ 13 مليون تقريبا التقاما صندوق الجمعيه، وهذا بفضل الحمد لله يعني الحكمه اللي تسود الجمعيه تدبير رشيد اللي تسكر الولايه بزرين. دار نتمنى التوفيق للمكتب الجديد والتوفيق في فرسه، غنتني ان الخير ان شاء الله سيقدام. انا الساكن كل شيء يعني مستعد تخدم في المصلحه ندوره. أركن تشكر، شكرا جزيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.